السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاك محمد تحسين من قناه استرشادي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. هل انت بتعاني من الخمول او الكسل، او ان انت ما بتقدرش تعمل مجهود بقوه شويه، او ما بتقدرش تواظب على المجهود ده؟ فانا جايب لك الحل اللي هو انزيم اسمه كيوتين. اسمه كيوتين انزيم. ده انزيم بينتج في الجسم، وطبعا ده المسؤول عن الانرجي او مسؤول عن الطاقه، ومسؤول عن بشرتك تكون اللي هي تبقى مشدوده وتبقى شابه، مسؤول عن مضاد الاكسده ان هو بيحافظ على على القلب والاوعيه الدمويه، وخصوصا كمان الناس اللي بتعمل عمليات قلب ولا يعني عندها مشاكل في القلب والاوعيه الدمويه. فكيوتين انزيم ده بيكون كويس جدا وبيكون مفيد ليهم ان هو بيحافظ عليهم. كمان ده بيحمي من السرطان، يعني بيعمل زي عشان طبعا هو مضاد الاكسده فبيحارب خلايا سرطانيه، وبيدي قوه جدا في الانرجي وكده. وكمان حاجه تانية انا ابتديت اخده، فبيحسن الذاكره. الناس اللي بتاخد كيوتين او الناس اللي بتاخد كيوتين باستمرار بيحفز على التركيز، وبيساعد القلب على بيساعد على حفاظ القلب. ده كيوتين اهو، انا لسه جايبه على فكره عشان العلبه الاولانيه خلصت، فانا جايبه اهو دلوقتي. اسمه كيوتين، كيوتين، وفي كمان في الصيدليات اسمه كيوتين انزيم كيو. ده محترم جدا، ده يعني انصح بيه الناس جدا اللي بتبقى عايزه انرجي او عايزه طاقه اكتر. تاخد واحده في اليوم. الواحده عندي ب 200 مللي جرام، 100 مللي جرام هيبقى كفايه قوي. بس كده، فاتمنى ان هو يكون مفيد ليكم، واتمنى انك تستفيدوا. ولو حابب انك تشوف اي حاجه ليها علاقه بالصحه وليها علاقه بالرياضه وكده، فتابعني. لو انت على التيك توك اعمل فولو، لو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، وان شاء الله ان شاء الله بجيب مكملات كتيره قوي، وان شاء الله نجربها سوا. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.